أنا عصام. سامر يقيم معي لأن السيدة رجاء ذهبت لزيارة والدة سامر في المستشفى القريب من النهر. لا فائدة من الانتظار. هل تعتقد أن عمتك ستعود اليوم يا سامر؟ أجل، من المفروض أن تعود في المساء. فهمت. لا يوجد سمك كبير اليوم. سنصطاد. أجل، أتمنى أن يعود معنا يا سامر. ماذا؟ أقصد والدتك، أتمنى أن تكون برفقة السيدة رجاء. شكرا لك، لكنهم قالوا إنها ستلازم المستشفى فترة طويلة. لقد نام. ولكنها ليست سمكة. ماذا إذا؟ كريب صغير. يا إلهي، أليس رائعا يا سامر؟ عندما أكبر أريد أن أكون قبطان سفينة تجارية. أن يا ماهر؟ أجل، قبطان باخرة تبحر في جميع البحار والمحيطات، ترسو كل يوم في بلد مختلف. قبطان، إنها مهنة رائعة جدا. إنه مجرد حلم يا زهرة، وأرجو أن يتحقق لأصبح قبطانا. وأنت ماذا تريدين أن تكوني؟ أنا أريد أن أكون زوجة. زوجة من يا ترى؟ زوجة قبطان. ما هذا؟ ماذا حدث؟ مر من هنا شيء غريب. شيء غريب؟ سأتأكد. ماهر انتظر. انخفضي. هل يوجد شيء؟ ماذا حدث؟ ماهر؟ عصام؟ إنه رائع. حقا، لقد وجدته أنا وعصام. لننظفه ونصنع منه سفينة إنقاذ. هذا مثير للاهتمام. ماهر، إنها... ماهر؟ ماهر، أنا راحلة. زهرة؟ انتظري زهرة، أرجوك لا ترحلي. لن تراني بعد الآن، الوداع. زهرة، الأفضل ترك قارب الإنقاذ. أعتقد ذلك. الآن أيها المنقذون أبحروا. هذا هو ماهر. إلى الأمام بسرعة لنوقف ذلك القارب. أنتم توقفوا، لا نسمح لأي قارب بالمرور دون إذن من فرقة الإنقاذ. توقفوا. كيف تجرؤ على الوقوف بوجه عبود العنيف سيد البحر؟ كيف تجرؤ علينا؟ لن أدعك تمر بأي شكل. لنتقاتل. سأرميكم طعاما لذيذا للقرش. القارب غير متزن، يجب أن نكون حذرين. يا لها من جزيرة
الجزيرة، هل يسكنها أحد؟ جزيرة الأفاعي؟ ها حقا؟ إنها هي. هل زرتها من قبل ماهر؟ لا أحد يقيم هنا. أريد الذهاب إليها. لا لا تكن جبانا ماهر. عبود إن كنت شجاعا فاذهب إلى الجزيرة وابحث عن كلب. ماذا؟ هل تقصد تلك الأرض الموحشة؟ خائف؟ أنا؟ طبعا لا. لنلعب هيا إذن. حسنا هيا. ماهر لا أستطيع، يجب أن أعود للمنزل قبل عودة السيدة رجاء من المستشفى. فهم؟ أنا وماهر سنهتم بهم جيدا، لا تقلق يا سامر اطمئن. شكرا وبالتوفيق. لكن سامر لا تخبر أحدا أننا ذهبنا إلى جزيرة الأفاعي، موافق؟ أعدك. هيا بنا. استعداد، انطلقوا. لا تدعهم يربحون، هيا بسرعة. ماهر، من المحتمل أن تهب عاصفة الآن. عاصفة؟ مستحيل، انظر إلى السماء الصافية، إنه نهار جميل، لن تمطر اليوم أبدا. لا أعرف، ولكن قلبي يحدثني بذلك. لا تقلق. ها؟ حسنا. ألا تعرف أنهما جبنا؟ لذا قد هربا. أسعدناكم يا عبود، لقد وجدها صديق عصام فأخذناكم بها. كيف تجرو علينا؟ كما قلت لك إنها العاصفة. المطر تبا. لم أوفق في منزل السيدة رجاء للأسف. يا رفاق، يا رفاق، انظروا انظروا ماذا وجد. ما الأمر؟ هل وجدت كوخا؟ ناديتنا في الوقت المناسب. أجل، متى سيتوقف المطر يا ترى؟ لن يتوقف، أعتقد أنه سيستمر طوال الليل. وأعتقد أن والدي سيغضب مني. أجل، لا فائدة من الشعور بالاكتئاب الآن. تريدون أن تأكلوا؟ لا شكرا. هذا جيد. حسام، العاصفة، أتعتقد أن القريب سيسلم؟ هذا ما كنت أخشاه، قد تجرفه المياه في هذه العاصفة. ماذا؟ ألغوا رحلة العبارة. أتمنى أن تكون السيدة رجاء بخير. أتمنى أن يكون عصام وماهر بخير أيضا. إذن عبود أيضاً.
أجل، خرج بعد ظهر اليوم ولم يعد حتى الآن. إلى أين ذهبوا يا ترى؟ إلى أين؟ لا تبكي. لكن لم تكن إذن مع ماهر والآخرين اليوم؟ لا تقل لأحد. أزعجتك، تصبح على خير. تصبحان على خير. عصام، ماهر، طقس جميل، فلنذهب. تدعونا للذهاب؟ إلى أين؟ سنكمل البحث عن الكنز، بماذا تفكر؟ ولكن هيا يا شباب، هل أنتم خائفون؟ ومما الخوف؟ هيا بنا، نحن لا نعرف الخوف. عبود، إذا كنتم مستعدين فلنذهب. سيدة رجاء، سيدة رجاء، أهلا بك. مرحبا سامر، هل سار كل شيء على ما يرام؟ نعم يا خالة. والدتك بخير الآن والحمد لله. حقا؟ وأين الرسالة التي كنت قد طلبتها منك؟ كنت مستعجلة فنسيت أحضر رسالة من والدتك. آسفة سامر، إن والدتك قالت إنها تتحسن بسماع أخبارك الطيبة التي تصلها باستمرار. لا بأس. صباح الخير، هل حدث شيء؟ ماهر لم يعد إلى المنزل منذ يوم أمس، وابني أيضا لم يعد. أنا آسفة جدا. ما هذا؟ إنه صوت المدفع. إذا أطلقت القذيفة في الماء تطوف جثة الغريق على سطح الماء. أؤكد أنهم يبحثون عن غريق. لا، هذا ليس صحيحا، لأنهم يبحثون عنا. ماذا؟ لم يغرق أحد من المدينة، لكننا أحياء يا عبود. يعتقدون أننا غرقنا بسبب العاصفة ليلة أمس. لنعد أدراجنا، إذا رجعنا إلى الشاطئ سوف يجدوننا. ما رأيك ماهر؟ لا، أنا غير موافق. كما تشاء، ابقوا أنتم ونحن عائدون. افعل ما يحلو لك يا جبان. لم أعرف الجملة في حياتي، لكننا سنذهب. هيا بنا. الجبان هربوا. كيف يسمي نفسه سيد البحر وقد هرب؟ يا جبان، تبا قد عادوا بالفعل. أردت أن تذهب معهم، أليس كذلك؟ لا، لست جبانا يا عصام. كان يجب علي أن أعامله بلطف أكثر. لا يهمني ما فعله الآن، المهم أن يكون بخير. لا تقولي هذا، إنهما بخير. لما لا نكون منقذين حقيقيين ونبقى هنا؟ فكرة جيدة. هناك بعض الأشخاص. ماذا؟ أين؟ عبود وزياد ونبيل، يا لهم من أشقياء. سيد مدحت، هل ترى ماهر؟ لا، ليس معهم. لا. ماهر، أين أنت؟ آه.
يا إلهي انظر، قلت إنها جزيرة مهجورة. أجل، ويبدو هذا مخبأ للأشرار. هيا بنا. لقد وضعوا فخا هنا عصام، يجب أن نكون حذرين. عصام، هل يعيش أحد هنا يا ترى؟ كن متنبها عصام. أين تعتقد أنهم يخبئون الكنز يا عصام؟ لا أعرف، أظن هناك. عصام هناك، هذا غير معقول. هذا مكان لا يفكر الأشرار به كمخبأ، إنهم يحفرون في أرضية المكان مخبأ لسرقاتهم. ولكن كيف سنجد المكان المناسب هنا يا سامر؟ هذا سهل، الأرض التي يوجد تحتها حفرة تصدر صوتا مختلفا عند القرع عليها. فهمت، هكذا. ماهر أتسمع؟ أجل. يمكنني رفعها. قد تكون هي حفرة الكنز يا عصام. كان يجب أن لا نخرج، فالمكان غير آمن. الأرض طرية هنا، قد يكون أحد حفرها. صندوق كبير، فضيل. إنه مقفل. أخطبوط، هذا المكان لم يعد آمنا، فلنهرب ونأخذ مالنا من الكوخ. نجحنا. إنها نقود ذهبية حقيقية. ثقيل، ثقيل جدا. أحمق أخطبوط، إن هذه الثغرة لم تكن موجودة. لا يوجد أحد هنا. أين هو المال؟ انتظر لحظة أخطبوط. إنه الأخطبوط، الأخطبوط. هذا هو المال، انظر. هل وضعت صندوقا في المدفأة يا أحمق؟ لقد لاحظ. لا، لم أضع شيئا هنا. هذه الدراهم ذهبية. إنها حقيقية، من يتوقع أن يجد كنزا في مثل هذا المكان؟ من وضعها هنا؟ هل سنأخذها معنا؟ طبعا، نحن من عثر على الكنز يا سامر. أجل، إنه لنا من حقنا. ماذا حدث أخطبوط؟ منذ لحظة دخولي وأنا أشعر بشيء غريب هنا. ألم ننظف المكان قبل رحيلنا مباشرة؟ أين أنتم أيها الأوغاد؟ أخطبوط، انتظرني أخطبوط، انتظرني.
ماهر! إنه على قيد الحياة! يا إلهي! إنهما متسخان جدا! وجدنا الصندوق قبلهم! إنه لنا! أجل! إذن هو من حقنا عصام! أجل! بكل تأكيد! لا تخبر أحدا بذلك! إنه سر! الكنز ملك لنا وحدنا يا عصام! اتفقنا! ها؟ اتفقنا! بعد عودتنا وجدنا الفرح بانتظارنا في البداية، ثم كان التوبيخ أضعافا مضاعفة، لكننا لم نهتم لأننا وجدنا الكنز الحقيقي.